وقت الحصاد وتغيب عما بذرته. الله. فهذا وقت الحصاد دائما تجد المزارع وتجد التاجر وتجد حتى نحن كمسلمين يعني وقت الحصاد مثلا في العشر الأواخر من رمضان يجتهد الناس في العبادة. صحيح. التاجر في أيام الأعياد تلقاه بدل ما يشتغل 8 ساعات ولا 10 ساعات يستنفر، لأن هذه فترة يستطيع من خلالها أن يجني أرباح ويغطي خسائره ويستفيد ويوسع على نفسه وعلى أسرته. كذلك الطالب الآن أنت في وقت الحصاد، في وقت الجد، في وقت الاجتهاد، ومن المعلوم أن في وقت الحصاد وفي وقت الجد حتى المزارعين يمكن إخواني الحاضرين الكبار عاشوا ذلك الوقت، وقت البذر، وقت الحصاد، وقت التعب، وقت الحصاد وقت جني الثمار يحتاج مجهود مضاعف، يحتاج كذلك اهتمام، يحتاج بذل جهد. فأبناؤنا وبناتنا الطالبات لا تستغرب أن أيام الاختبارات يكون فيه نوع من الاهتمام اللي أكثر من الأيام السابقة. فلا بد أنت كطالب وأنت كطالبة أن تزيدون في التعب شوي وفي الجهد شوي، ومن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. نعم. فكل ما اجتهدت أنت في هذا العمر وفي هذا الشباب تجدك بعد سنوات بسيطة، لا أقول سنوات طويلة، ممكن في عمر 25، في عمر 26، 27، فإذا أنت في منصب مرموق وإذا أنت في مكان ممتاز. أنا قبل شوي وأنا جايكم للقناة اتصل علي طالب خريج أحد الجامعات السعودية ماخذ مرتبة الشرف الأولى، الله يوفقه، في دراسة الحاسب الأنظمة الحاسب الكمبيوتر، وأسأل الله يبارك له، قبل في أسأل الله يبارك له في أحد الكليات العسكرية ما شاء الله. ولأنه متميز عندها الآن وظيفة فيشاورني أروح العسكرية ولا أروح هنا أو أبقي في وظيفتي. فأنا والله أنا جاي يمكن اتصال معه فوق 10 دقائق إلى ربع ساعة، نفكر بصوت عالي كما يقال، وإيش الأنسب؟ هل وظيفتك هذه تؤملك أمان مستقبلي أو وظيفتك العسكرية؟ لأن بيدخل أحد الكليات العسكرية بيتخرج ضابط، ليش هو استطاع أن يقبل وعنده طموح إن شاء الله أنه يقبل في كليتين ثانية؟ هو قبل في أحد الكليات لأن درجاته عالية الله يبارك له، فلو أن درجاته خفيفة أو مهيب مرتفعة بيتعب في القبول. وفي شيء مهم ما ودي أستأثر الحديث دام أخونا وحبيبنا موجود، في شيء مهم اسمه القدرات والتحصيلي. قدرات والتحصيلي تراها مهمة يا شباب، هي حصاد كل سنواتك اللي راحت في القدرات والتحصيلي وبجانب درجاتك في الثانوية أو درجاتك الدراسية بشكل عام سواء ابتدائي متوسط ثانوي. فأحرص على التعليم، أحرص على الزيادة في العلم، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. نعم. والجهل يهدم بيوت العز والشرف. والشرف. نعم. أسأل الله أن يوفق طلابنا وطالباتنا في هذه الأيام. آمين. الله. أبو ركان كلامه طيب أستاذ عبد الله، وكل من تكلم كلامه طيب، لكن ودي تعلق على كلامه. وأيضا ذكرني أبو ركان مسألة ودي أخذ رأيك فيها. البارحة أكلم أم عبد الله تشتكي من واحد من العيال صغار، تقول والله أني ضربته البارح وأنا ما ودي. قلت ليش تضربينه؟ قلت عيل اي ذاكر، من يوم دخلت الاختبارات كنت ما كل ما قلت ذاكر قال حافظ الكتاب، حافظ الكتاب، وصغير برابع ابتدائي. الله يصلح. انا حافظ الكتاب، والله انه زعلني واني ضربته، قلت لا تضربينه بتكرهينه في الدراسه. قالت ها وش اسوي؟ اخليه ما يذاكر؟ فاسالك الحين يا استاذ عبد الله الان، اذا عندنا الان ابن ولا بنت عيل لا يذاكروا، وش نسوي؟ احنا نضربهم ولا نتركهم ولا نمدحهم ولا ايش الحل؟ طبعا اولا أسجد تقدير لأخي أبو ركان، كلمات تربوية سامية راقية رائعة. هو يعتبر ترى مربي سابق أبو ركان، أبو ركان وصل رتبة عميد في القطاع العسكري وكان تخصص شؤون دينية وتربية وتوجيه فكري. أبداً كلام يعني سامي وراقي في مكان. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم ويحرمها الأجر. آمين رب العالمين. قضية الضرب، أنا كنت معلم، كنت مدير مدرسة، كنت مشرف ومدير تعليم. مدير تعليم. ما شاء الله. لا أذكر أنني مددت يدي والله لا على طالب ولا على ابن حتى في البيت يا سلام. والله إني ما أضرب. الضرب ضربة خاصة، يعني إحنا مشكلتنا مفرطين. إيه. إلا ضربنا ضربنا. الضرب بس مجرد أنك أنت تصفع الابن. الله. تصفع الابن. يقتل كثير من الأشياء.
ويكسر شخصيته. الله الله الله، ترى هذه بالله هذه ما أنا منتبهين لها. لكن الضرب الذي له هدف في مواقع معينة، وأتوقع أن أم عبد الله يمكن ما هي حرصها عليه، ما هي ضرب بالمعنى، بس إنها ضرب لا خبطة يعني تشفي خاطرها في الموضوع. طبعا الأبناء في المرحلة المبكرة، فأنا لا أميل إلى 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 إلزامه، لكني أميل إلى تحفيزه، بحيث أن هذا الابن متعلق في شيء يحبه. أيوة. مثلا في الرياضة، الكورة، الكورة أو الجوال، ممكن أو الجوال، ممكن أنا أعطيه فرصة وهيئه إني أوعده في حال انتهاءك من كذا أبشر. لكن مشكلتنا إننا نعطيه كل المحفزات مرة واحدة، فإذا جاء الوقت وصار عنده إشباع، فإذا جاء وقت المذاكرة والحرص تنازل عن كل شيء، لأنه خلاص أشبع ما في داخله. فلهذا قبل كل شيء أنك تقرأ ابنك ما هي المحفزات، ما هي الأشياء اللي يحبها، بحيث أنك أنت تشتغل عليها. يحب يحب الكورة، هو يبغى السوني، هو يبغى الجوال، هذه محفزات. الأمر المهم جدا، أنت ترى شيخ أبو عبد الله وليهون السامعين، عندنا مشكلة في بيوتنا، مشكلتنا في عدم إدارة الوقت. كيف؟ يعني إدارة الوقت، يعني مثلا تلقى الأبناء يسهرون، تلقى صحيح. الابن غير منظم، تلقى كذا. ولهذا يعني كلام أبو ركان في حديثه عن الاختبارات وكذا، أنا ودي أربط اهتمام الآباء باهتمامهم بالقيم. كثير من الآباء يذن المؤذن ولده جالس، الله ما يذكره بالله، الله، بينما في الاختبار الأم توصي والأب يوصي، يوصي عيالها يا أخوانك لا يتأخرون لا يطلعون، وبعضهم يأخذ إجازة من أجل الاختبارات. صدق. وهذا حسن، هذا ليس إشكالية، بالعكس مطلب. لكن القيم اللي تعلمنا لتضبط بوصلة النوم عندنا، وهي الصلاة، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، الله أكبر، حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فضله كان في ذمة الله حتى يمسي. هذه قوة القيم التربوية، حينما تضبطها بضابط الوقت سيأتي الابن في وقت تستطيع أن تتحدث معه. لكن ابن مراهق منع، كيف تستطيع أن تحدث معه؟ كل المحفزات اللي ذكرناها للطفل الصغير ذا هي موجودة عند الابن الأكبر. يأخذ له 20-30 ريال، يأخذ قهوة اليوم ولا عشان يفترض. فأنا أعود وأقول أنا لا أرى للضرب أي مجال وأي داعي. ترى استخدام أسلوب الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب والوسطية في التوازن، زي والمحفزات، اي زي هذا. يعني الابن اذا انت افرطت في التساهل معه ما استطعت ان تضبطه، واذا ايضا افرطت في عدم التوازن معه ربما يكون ردة فعل عكسية. فالابناء هم ثمرة، والتربية حساسية فيها تؤكد على اننا نوفق ونسدد. وقبل هذا كله وأنتم في المقام والمقال أعلم مني، الدعاء والصدقة فيك الكفاية والله، أنها أجنحة، أنها خفية، الدعاء لصلاح الأبناء، الدعاء والصدقة. إي والله. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يبيض وجهك وجهك. والحقيقة المجال اللي يتكلم فيه التربية والأبناء مجال واسع، والأسئلة في رأسي الآن كثيرة، لكن بحق الصداقة اللي بيني وبينك أسلم أبو عبد، أنا أطلبك بحلقة الأسبوع القادم ونخصصها بعنوان الأبناء والسوشيال.